السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطايا 7. فيديو اليوم راح نلعب بالشخصية اللي فيكم تقولوا قبل الأخيرة أو الأخيرة، ما بعرف إذا راح أعمل الأخيرة ولا لا، اللي هي شخصية بني مارو. اليوم راح نجرب بني مارو بأفضل فريق له اللي هو هذا الفريق. بالنسبة لي بعتقد هذا هو أفضل فريق لبني مارو. اللي ما بيعرف بني مارو شو بيعمل، بني مارو بعد ما تحط له الريليك بصير بيضرب 20% دمج زيادة، ليك بصير بيضرب دمج 20 زيادة على الناس اللي حاطين عليهم دي باف. هو اوريدي عنده حركة بتنزل الديفنس الساس لكل الاشخاص 20%، والحركة الثانية بتعمل ويك بوينت يعني بتعمل 3 اضعاف الدمج. مشان هيك اوريدي انا لفلته ومكسته بصراحة، على اساس اكون معكم صريح انا مو واثق فيه ولا 1%، انه راح يكون نفس ميلم ونفس ريمورو، بس اكيد هو مو نفسهم. بس يعني هل راح يكون شخصيه ممكن نستخدمها ولا لا؟ انا ما استخدمته بالنورمال ليش؟ لانه فريقي عباره عن هذا 1 6، هذا 1 6، هذا يمكن 4 6 ولا 5 6، 4 6. الوحيد اللي 6 6 ولا باس به بالسي سي تبعه اللي هو لوديسييل. مشان هيك بقى تلاحقين يلعب بالاليت اسمه انا ماستر 4، بقى ممكن نطلع ضد ناس السي سي تبعها اقل من تبعنا ونقدر نعمل شيء. لانه اذا لعب ضدك، اذا قتل لك بني مارو الفريق خلص راح ما عاد فيك تعمل شيء. وانا اوريدي جربته بالكريمزون وما عجبني ابدا اللي بيعمله، بقى لحالي خلينا نجربه بالاليت بنشوف، بنتسلى وبنشوف هل راح يكون قوي ولا لا. بس يا رب نلاقي جيم مشان نبلش. لقينا جيم. علقت اللعبة. اهم شي ما نخسر جيم. هلا بقى بنشوف اليوم راح نقدر نلعب بي 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 اليت ولا عرفوا نشوف بدنا. مشان هيك ما بدنا يلعبونا بي 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 اليت. بينج، خلينا نشوف. حلو، راح نلعب ضد ريمورو. خلينا نعمل هيك وهيك وهيك. ميتين. يا عفو الله، يا عفو الله الدمج اللي عمله، دمج مرعب. هلا طبعا كالعادة ما عاد يعطونا ولا كات للشخصية اللي بدنا نستخدمها. هذا اعتقد مكان شو اسمه، شو بسموه، مكان مشؤوم. بقى هلا بدي غير مكانه، بدي احطه بدال كيو، ولا بدي احطه بدال شو اسمه، بدال لوديسيل، لانه لوديسيل اكثر واحد بيطلع لنا له كروت. طبعا ما في داعي نعمل هاي الحركة مرة ثانية، بس انا بدي اعملها مشان نقدر استخدم هاي، وبنستخدم هاي. مشان هيك ساعتها ما معنا غير كرت، بقى اذا ما اعطونا ولا كرت بيكونوا كلاب. هو حاط، اعتقد حاطط تارميل عليها. اوه هلا راح نعمل دمج حلو، بس يا رب ما يموت. هلا هو راح يضرب لوديسييل 100%. نروح له الالتيميت. لا بضل يضرب شو اسمه. هلا هو حاطط تارميل اعتقد عليها. ايوه تارميل. بقى هلا بنعمل هيك، بنعمل هيك، هي اوي اوريدي. بقى بنعملها على مين ما كان. ميتين وثمانية وسبعين، يا عفو الله. ما مات. لو ما كان في داعي نعمل شو اسمه سنة، خليني نفرجيكم الالتي فرد مرة. منيح على كيو، ممتاز. تعال شكله شخص حقيقي لمعلوماتكم، شكله هو كمان 1 6. ايه شكله هو كمان 1 6. هلا اوريدي هو عليه شو اسمه. خلينا نشوف الالتي شو راح تعمل. خلينا نقرا الالتي شو بتعمل تبعه.
بتنزل الرانك تبع الكروت، وهلا بنعمل هاي وبنعمل هاي. زين 88 والله حلو. شوف شو عم يهيل كمان. بصراحة so far so good. اعتقد هذا شخص حقيقي 100%. لا والله تصدقوا، لكن ليش كان عم يضرب؟ اول شيء كان عم يضرب، ضل مركز كثير على شو اسمه، على بنيامارو، بعدين فجأة قلب على كيو عشان يروح الاجنايت. انا هيك فهمت يعني، عرفتوا. والحلو كمان ببنيامارو انه الحركة تبعه دام انت عليك دي باف اللي ضدك، لما يضرب بيرجع 20% من الدمج اللي عمله، يعني بيرجع ريجنريشن. اليوم شكله مو مكتوب علينا نلعب إليت. بدنا نلعب كم جيم يلا لو سمحتوا. علقت لعبة ولا النت عندي جدا سيء لدرجة انه شكله اليوم عندي النت سيء جدا. بعملكم انه يعني فيكم تقولوا، بتعرفوا لو حطيت له كمان ترميل شو حيصير؟ ما بيموت. لازم تضربه وان شوت ليفل 3 لحتى تقتله. يمكن الاول هو اقل واحد سي سي، يعني اقل واحد اتش بي. شوف اتش بي قديش، 189. هلا هو عنده لبس، بس شو اسمه، بس لبسه يعني مو مطور له شيء. يعني عامل لك انا مو واثق فيه بصراحه، يعني مو ما لقيت له لحد الان شيء ممكن واحد يستخدمه فيه. خلينا نطلع نطلع ونرجع نفوت. اذا ضلت هيك خلاص بنقطع من الفيديو. ما يعني بحب هيك احكي معاكم واتناقش معاكم وانا عم العب، مو بس كيوم، عشان لكم يعني طريقة تفكير شلون لما العب انا بي في بي. يلا ايه ايه المفروض جود. يلا لو سمحتوا اعطونا جيم. حلو اعطونا جيم. بدي بس العب ضد اثنين او ثلاثة حقيقيين لو سمحتوا. اوه مين نقتل؟ نقتل ريمورو اول شيء. طبعا نحاول نقتل ريمورو ونعمل هاي مشان ناقص اتش بي الكل. 300 يا عفو الله الدمج، يا عفو الله الدمج. انه الديفنس ريتد ستات تبعه جدا سيئة. بس هلا اذا جمد لنا بنيامارو رحنا فيها. سكونو ما ديو. حلو شكله بوت للاسف. اكتو بصراحة بدي اقتلها لها انه راح تزعجني. وبنضرب هي عليها اذا ما ماتت، مع انه لازم نضربها كنا على مارلين. نزلنا له 30% من ال HP ديفنس او ريليتد ستات ديفنس ستاتس. ايبي كان المفروض تضرب هديك. خلينا نشوف الديفنس تبعها قديش لمارلين، بس هيك عشان نتاكد. سيبر كفري او عمل ستان. خلينا نشوف قديش نازل دفاعها لمارلين. 6000 ما عنده دفاع مبدئيا. نضربها هاي الضربة مشان ننزلها من ال ننزلها، بعدين هاي بعدين هاي. الو هلا وي بوت. هذا عم يلعب ضده مع كارت جولد بيده.
شوف يا زلمة، حتى البوتات بيطلع معاها كل جودة ما تلعب تضيء. خلي لا يهزمني بالالتي. لو الورز الدرس بيهزمه. حلو، حيعمل تيمي كله ستان يعني مثلا. لا نجمعهم هدول، نعمل هيك وهيك. ما مات. يلا قديش رح تعمل؟ خليكم 6 6 ويا تلي فريق كله. هلا ما سوى شيء. هلا باب نخلص عليه. ما في داعي التيميت. انه هو عامل لي اتاك للستاتس. شوف قديش عم هيل يا زلمه. عم هيل كثير بطريقه بتخوف. يا رب يطلع ضدنا واحد حقيقي بقى، مشان نشوف نجرب التيم ضد شخص حقيقي يكون عم يفكر شوي. انا لا ما عاد فرقت كثير. مالتنيها بان بان. هلا كيو مو مشكلة، معقول نقتل. هلا مشكلة ما عندنا حدا للالتيميت راش، معقول نقتل بان باول لفة. والله لما يكرت بيضرب كتير. والله حلو الدمج اللي عملنا عليه. بس هلا شو بنعمل؟ ايويات. اذا اضطرينا ايوي. انا هلا اعتقد راح ايوه. والله عمل علينا دمج مرعب. نعمل هاي وهاي وهاي. دمج حلو بس بدها ما يجي هذه الكرت عشان تخلص اللعبة. إذا إجا معاك كرت تاني مثل هاد لا تقلي معاك كرت، تكفى منيح ما معه. معقول يموت بني مارو؟ والله شكله حيموت إذا معاه كرتين. للأسف معاه كرتين. هلا منيح إنه ممكن إذا عملنا هاي وهاي وهاي نقتله. معقول؟ سايونارا. ما بعتقد. لا مشكلة انه هذا ما بيعرف يكرت، حرام والله. لو اجتنا ليفل 2 من هيك كنا قدرنا. شو بدي اشجع اتش بي؟ حرام والله. هذا شخص حقيقي للأسف. لو من الأول طالع لنا كروت ما بعرف شو كنا نساوي. حتى لو طلع لنا كروت مش كنا طلع لنا أسوأ شخصية ممكن تطلع لنا. ألتيميت راش بان هذا اللي هو تاني شو اسمه، تاني أكتر فريق بنقوه اللي بس بدهم يفوزوا. أول فريق أربعة شخصيات هجومية أو ثلاث شخصيات هجومية ورا بان اللي هو الشخصية الرابعة. ثاني شي فريق بان اللي هو ما بدهم يفكروا، بس يلا حط الفريق هذا واوتو وين. يعني نظام لو عم يلعب اوتو ما راح تفرق، كان راح يفوز بنفس الطريقه. بس اجت التكروت المشكله، اجت التكروت. هلا هذا غليظ، حاطط لك كثير شخصيات هجوميه. يعني ذكرناهم، اجوا لما ذكرناهم. اعتقد هدول تنتين مفروض يقتلوه. بنعمل هاي مبدئيا.
هيك منيح. انسحب. ليش انسحبت؟ ترى فيك تقتل لي بنيمارو باللفة الجاية. ساعتها شو حاعمل؟ ما فيني اعمل شيء. شايفين؟ شايفين الناس اللي ما بتعرف تفكر؟ ناتل واحد من فريق باللفة فورا شو اسمه انسحب. مع انه مليودس وريمورو بيقتلوا لبنيمارو بكل سهولة. التيمت رش هذا ولا شو؟ حاطط شو اسمه؟ هلا شو نعمل لحنا؟ اعتقد افضل طريقة هي هاي مبدئيا. اتخلص من الاتاكسيل. منيح اللي ضربته هاي الضربة. هيك ما راح يعملنا اتاكسيل. بان. نجيب التيميت. نجيب التيميت بلوديسييل. كمان اكثر. جاب التي. واو شوف الفن. يلا ايش بدك تعمل؟ بدك تجيب التيميت بان؟ بقتلك يا كرتي. ما فيك تعمل فيهم شيء لحالهم. عليه الديفنس لا راحت. ما بنعملها. بنعمل هيك. صراحة بان بينخاف منه أكثر من مليوداس. نقتل بان. ولا بان نقتل مليوداس راحتنا. حلو اجانا كرت لبيني مارو. ولو كان قاتله كان ممكن فاز. بس هلا نعمل هاي. نعمل هاي. يلا نعمل هاي. سايونارا. يا فضل 230. 228. عامل ليفل 3. عملت اقل بليفل 1 بشوي. او اكثر بليفل 1 بشوي. باي هي. صراحة قيوم حلوة. بس عملكم يعني بضل في تفاهة اللي هو فريق بان وفريق اربع شخصيات هجومية. بس هيك بنكون وصلنا في ثاني يوم. بصراحة حلو. ما عملكم والله سيء بني مارو. بس يعني ممكن اذا حطيت لا والله لا بصراحة كتير كان عم يساعدني كيو ورا. كتير كان عم يساعدني كمان نفس الوقت شو اسمه. بس الحلو كان يعني الحلو بالشخصيات التانية يعني مثل مثلا ميلم مثل ريمورو مثل لوزفين سوري شو اسمه خاميليوداس كينج. لانه ضربتينهم بيعملوا دمج. بقى انت عندك فرصة انك تضرب اكتر من شخصية او على الاقل تقتل شخصية باللفة الاولى وبعدين يطلع لك كارت تقتل شخصية باللفة الثانية. اما تعتمد على كارت واحد فقط لانه فريقي انت يعني شفته لما ما بيجيني كروت لبني مارو في كنترول ما فيني اعمل شيء. عرفتوا كيف؟ بقى هاي المشكلة. ما فيك تعتمد على لوديسييل بالدمج لانه مستحيل يكرت لوديسييل. قديش الكريت شانس تبع لوديسييل بدي اعرف؟ صفر يعني مثلا. اشتهيت شوفه عم يكرت. كريت شانس 21. اي شخصية تانية. شوف يعني تخيل. ليز 43. ليز. هذا 81. هذا ما بيكرت. هذا اللي هو اصلا الحركة تبعه ما بتكرت. مين نشوف؟ نشوف. تعال هوكو اسلو.
كم الكريت شانس تبعون؟ 50 50% ما بس هيك. تعال تعال والله نشوف الار، هذا الار كم؟ 22 اكثر منه. ما بس هم بكون صايم ثاني مره تكون استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على كل جديد مني، وشكرا على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.